المرضى في ليبيا مهددون بالموت. هذه هي خلاصة تقرير يتحدث عن تدهور حال المستشفيات الليبية. هذه المستشفيات التي كانت حتى وقت قريب تقدم كل شيء مجانا للمرضى من داخل ليبيا وخارجها، أضحت اليوم تفتقر إلى المواد الطبية الأساسية وتعاني من نقص في الأدوية والمعدات. هي البنية التحتية منهارة حوالي 80%. نجول الشبكة الصرف الصحي بالطبع حتى منهارة حوالي 90%. نعاني من تسربات في البخار، في أنابيب البخار والماء في الدور تحت الأرضي. يقول الأطباء في مركز طرابلس الطبي أكبر المستشفيات الليبية إن هذا الوضع سيدفعهم إلى التوقف عن استقبال المرضى. لو استمر الوضع الحالي الموجود بالكيفية هذه، أنا أتوقع أن المستشفى حيوف. وطبعا المستشفى لما تعرف مستشفى زي هذا من أكبر مستشفيات شمال أفريقيا لما يوقف يغطي، شوف الناس اللي تردد عليها من جميع أنحاء ليبيا، يجوا حتى من جنوب ومن الغرب ومن الشرق. هذا المستشفى يقدم صورة عن مئات المراكز الطبية في البلاد، ويعاني مجموعة متنوعة من المشاكل، ولعل الأعطال المتراكمة في الأجهزة وقلة التمويل واضطراب الوضع الأمني أمور تهدد الاستمرار في العمل بالفعل. نحتاج إلى شركة تقوم بالتعقيم داخل مركز الرأس الطبي، وهذه تحتاج لسيولة. نحتاج إلى إصلاح الأجهزة الطبية اللي هي عاطلة أو تحديث أجهزة جديدة، وهذه تحتاج إلى سيولة. المركز توجد فيه بالألاف الأجهزة الطبية اللي يحتاجها سيفينغ لايف لحياة المريض، والكادر اللي هو يقوم بالصيانة لا يكفي، لا يتعدى 15 ميديكال بايو ميديكال انجينير. أيضا المشاكل الأمنية داخل المركز، تعرضنا للاعتداء، تعرضنا للتهديد بالقتل. وفي ظل حالة الصراع التي تعيشها ليبيا والتدهور الأمني المتصاعد، أضحت الشركات العالمية تخشى من تراكم ديونها على المستشفيات. شركة تجيب وشركة تقول ما عادش نجيب، لأن أنا عندي ديون عليكم على الصحة، مين بيخلصني؟ وفعلا هذه مشكلة لما شركة تبدأ عليك ديون بالملايين وانت ما خلصتهاش، مش هتجيب لك. المستشفى الذي يضم 6000 سرير يستقبل نحو 500 مريض يوميا، وهو اليوم مهدد بالتوقف عن العمل في بلد يعتبر الأغنى نفطيا في أفريقيا.